ولمزيد من المتابعة حول إجراء أو أجواء اليوم من معرض الكتاب، الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري أعد لنا هذه الرسالة من هناك. مساء الخير على مشاهدي برنامج التاسعة، ومساء الخير على مشاهدي القناة الأولى. لسه مستمرين في متابعة معرض الكتاب في نسخته 54. الحقيقة معرض الكتاب يمكن دايما معتادين منه على الحضور الجماهيري المميز والكبير جدا جدا جدا، لكن كمان الأرقام وصلت لرقم مهول الحقيقة. يمكن خلال الثمان أيام اللي فاتوا والنهاردة اليوم التاسع وصلت لتقريبا 2 مليون زائر. يمكن كان في امبارح أول امبارح بعض التقلبات الجوية كده، ولكن ده ما منع الحقيقه المواطنين والزوار ان هم يجوا المعرض. اول امبارح اكتر من 200 الف زائر، امبارح تقريبا وصلوا 300 الف زائر، النهارده الجمعه كمان الاقبال اكبر بكتير جدا جدا، لانه كمان اجازه اسبوعيه فطبيعي يكون في اقبال اكتر. الحقيقه كمان ان احنا لاحظنا انه الاقبال مش بس مقتصر على فئه معينه، الحقيقه انه فئات كتيره جدا موجوده، بدايه من الاطفال الصغيرين الموجودين بيحضروا الورش الخاصه بالاطفال، وكمان في مسرح خاص للاطفال، وكمان الشباب موجودين، والشباب مش بس المصريين، في شباب مصريين، في شباب عرب، في شباب أجانب، في جاليات كتيرة جدا موجودة الحقيقة. الجاليات دي جاليات ماليزية، جاليات من فرنسا، جاليات من انجلترا، الحقيقة أنا شفت يعني جاليات كتيرة جدا موجودة. وكمان الحقيقة العائلات كمان بيجوا هنا مع أبنائهم وأولادهم، يعني يبتدوا يتحركوا في معرض الكتاب ويبتدوا يوجهوهم، إما بيجيبوا القصص الصغيرة أو إن هم حتى بيجيبوا الكتب العلمية، وكمان طلاب الماجستير وغيرهم موجودين عشان طلاب الأبحاث العلمية بشكل عام موجودين. الحقيقة كمان إنه المعرض فيه يمكن جزء مهم جدا بجانب الكتب، بجانب الندوات الثقافية وورش العمل. الندوات الثقافية الحقيقة كل يوم بيبقى ليه سمة خاصة بيناقشوا فيها إما شخصيات المعرض أو حتى بيناقشوا فيها قضايا مجتمعية مختلفة. في نص امبارح كان متعلق بالمرأة، وكمان هيكون في ورش عمل متنوعة. ورش عمل متنوعة الحقيقة مش بس هتكون على المرأة النهاردة، ولكن كمان هتكون على التعامل مع قضايا المجتمعية المختلفة. كمان جانب مهم جدا من المعرض وهي عرض الحاجات الخاصة بالهوية، يعني مثلا في أجنحة خاصة بحلايب وشلاتين على سبيل المثال. حلايب وشلاتين جت هنا بجناح خاص و عرضت منتجاتها الخاصة عشان تعرف الناس أكتر بمنتجات حلايب وشلاتين، وإزاي الناس ممكن تعرف أكتر عن منتجات حلايب وشلاتين. في كمان منصات كتيرة موجودة داخل المعرض عشان تعرض الحرف اليدوية الخاصة بالأماكن بيها، في حاجات تعرض حرف يدوية بشكل عام للسيدات وللرجال وللشباب في كل حتة، اللي حابب يجي يتفرج عليها ويعرفها ويقدر بعد كده إن هو يشتري عن طريق أونلاين زي منصة أيادي مصري مثلا على سبيل المثال. كمان مش بس معرض الكتاب بيكون فرصة كمان الحقيقة متنزه، مش بس ثقافي ولكن كمان ترفيهي، يعني بيجوا الأطفال إنهم ممكن يروحوا قسم الأطفال ويحضروا كمان مسرح خاص بالأطفال وورش خاصة بالأطفال، لكن كمان الورش دي الأطفال بتشارك بيها إن هي بتقرأ الكتب، في مسابقات للأطفال، في كمان مش بس مسابقات، في الحقيقة إن هم يقدروا يشاركوا بإيديهم إن هم يصنعوا حرفة معينة أو يتعلموا حرفة معينة داخل معرض الكتاب. عشان كده نقول معرض الكتاب في نسخته 54 الحقيقة هو معرض شامل وجامع. كمان ضيف شرف طبعا احنا عارفين ان هي الاردن، وفي مكان كبير جدا للرموز والقامات العربية والمصرية ومنها طبعا الاردنية اللي موجودين وبيشاركوا بالفعل في الندوات داخل المعرض، ودي كانت يعني نظرة عامة عن اليوم التاسع في معرض الكتاب. والان اعود اليكم مرة اخرى.